طبعا ما استغربتوش ان احنا اصلا طول عمرنا بنجيب عربيات مش موتوسيكلات، دايما بنجيب عربيات وعمرنا ما بنجيب موتوسيكلات. اولا عشان سببين، اولا عشان احنا اصلا بنكره الموتوسيكلات، ثانيا عشان اصلا ما فيش موتوسيكلات من الاساس. وبعدين ده الموتوسيكل الوحيد بس اللي لقيناه ده الاصلي عندنا، قلنا يعني برضه هوت ويلز، فيعني برضه حابين نجيبه كده وخلاص، برضه على الاقل هوت ويلز على الاقل. ده قدامكم ده ستريت ستيلز، هنا دوت على فكرة ده موديل 2000، ده الكار بتاعه 2017، هو أصلا نزل أول فيجن ليه كان في 2015، ده نزل في الاتش دبليو موتور 2017، وطبعا مكتوب عنده أليكسس كده، مش عارف أليكسس دي بتشيل لإيه بس برضه مش مهم. في عنده أبيض وأصفر كده بتاع العامة زي كأنه جاي بتاع سكيورتي مثلا أو حاجة، أو أندر كونستراكشن 25، مش عارف ينفع الأسباق ده ولا يتحط على جنب ولا إيه. فهو على فكرة شكله مش وحش أوي للدرجة دي، على الأقل حتى اسمه حلو. والسكر الوحيد عندنا ستريت ستيلز ريفيو من عندنا من يا سيجارز، وادي خلاص باي.